pop culture. يعني ما أقدر أقول عن هذا اللي قاعد أسمعه إلا pop culture. صدق pop culture هو ماخذ أشياء يعني إحنا متعودين يمكن كلام نستخدمه بيننا، بس الحبيب دافي طوره وسوى أغاني وراح لمكان ثاني حتى بالتنفيذ. مساء الخير، معاي دافي على الهواء، حياك الله معانا في مارينا اف ام وبرنامج Let's Talk. السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك وحياك الله معانا. الله يعافيك عبد الله، شلونك، اخبارك حبيبي؟ انت شلونك، شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله، شو اخبارك؟ المقدمه اللذيذه الجميله. انت تستاهل. اول شيء ثانك يو سو ماتش على مقدمه برنامج Let's Talk اللي سويتها ثلاث ساعات. تستاهلون كل خير يا بعد عمري حبيبي. لا يبا ما من قصور، انا شايف ان الامور كانت كلها بيرفكت. خلنا من Let's Talk، بس وي ويل توك على الاشياء اللي انت قاعد تسويها. يعني دافي، اول شيء لازم اتكلم عنه التعاون اللي صار مع بيبسي اريبيا. اول شيء مبروك على هذا التعاون. الله يبارك بحياتك ان شاء الله. صراحه نيكست ليفل من دعواتكم ورضا الوالدين، الحمد لله هذا كل اللي وصلت لنا اياه. كان صراحه شيء وايد يشرف صراحه اني اشتغل مع شيء جلوبال وعالمي نفس بيبسي، والحمد لله اني اكون اول خليجي يسوي تعاون معهم، فكان yes. شيء وايد امانه. يس yes. احنا فخورين فيك كفنان خليجي تمثلنا وكويتي، تتعاون لاول مره من الخليج مع بيبسي اريبيا. يعني برافو وجود لك حق الاشياء الجايه، وحتى الشغل مع نتفليكس. يعني تعال لحظه، مسوي اغنيه مع نتفليكس، شنو؟ نعم مسوين اغنيه بفاست فيوريس يس المسلسل او نتفليكس، وي هاف ثري سونجز، اغنيتين انا مغنيهم، اغنيه لفراتشي حلو البحرين، والحمد لله كنا قاعد نحاول ان نوصل للعالميه. انت اللي راح توصلون ان شاء الله. اي ثينك ان انت رايح بالاتجاه هذا بدون احد. دافي، اذا بنتكلم عن اعمالك الاخيره راح نقول ان انت اشتغلت مع بدر شعيبي بالبومه بالعربي باغنيه تايب اللي هي كانت من كلمات عدبي لدبيس، وكلماتك انت بعد كورايتر معه صح؟ نعم حلو، والحان بدر شعيبي وتوزيع نابل سي. شلون صار هالتعاون مع بدر شعيبي؟ والله صراحة أنا كنت بخاطري أشتغل مع بدر من زمان، مع بدران، بس ما صارت كذا، هذا نحاول نحضر شيء ما صارت. آسف نوير دق علي بدر قال لي بشطب الألبوم وقاعد أشتغل ألبوم وعندي آخر أغنية أبيك تسمعها. ما شاء الله دزولي الموسيقى، نفسي صراحة سوى شيء خيالي، وقلت له بدر يلا هلمه هيا بنا. هيا بنا هيا بنا حلو. كانت آخر أغنية بألبوم بالعربي حق بدر شعبي. نعم أوكي نعم. أوكي بس تواجد يعني قوي صراحة. قبل البوم كان مخلص يعني نفس اللي ولا لا فالحمد لله. إيلا بالضبط. جت مطالع وسوينا شيء جميل، وإن شاء الله بعد راح تشوفون منه إن شاء الله تعاون أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تعاونك مع محمد السالم، إذا بنقول بغنية شذاب اللي هي كلمات محمد الواصف، ألحان كرار زايد وتوزيع عثمان عبود، هذا التعاون كان غريب صراحة. It's not your line at all، فأنت رحت بتوجه ثاني وكان كان جديد يعني. فشنو شلون اشتغلت مع محمد سالم؟ منو كلم منو؟ أنا. والله اللي صار ان محمد كلمت انا ديرن الكورونا حاولت ان اتواصل يعني مع الفنانين كلهم واشوف كنت قاعد افكر اني بسوي شيء خاص غير، وابي ابعد بالمدى حتى التفكير ان يعني ما اوقف على ستايل معين ولا على جو معين، مثلا شيء في كوميدي ما عندي مشكله اشتغل فيه، شيء يكون حتى غير عن اللين اللي انا اسويه قاعد اجرب انه ليش لا، الفن فن صح. يعني محمد كلمني قال لي انه بسوي شيء من نفس ستايلك، من نفس يعني دوم تشاتشا اوكي. اي فقلت له امانه صراحه انا بيصير انا بغني بالجو اللي انت المعتاد اللي انت كل مره تسويه، حلو يعني انه يكون تحدي لي انا انه يكون شيء غير، لان الوزن راح تفكير على الوزن راح يكون غير، الجو غير، الكلام غير، وصارت دزلي نفس ما يقولون دمو، وعجبني وقلت له توكل على الرحمن خلاص، دزيت له بعدين على طول المقطع ودسنا بعدين وقلنا خلاص نسوي فيديو كل واحد صور بديرته، والحمد لله دمجتوهم مع بعض فيديو كليب واحد. نعم
نعم وايد حلو. زين انا الحين هذا قاعد اتكلم عن اشياء انزلت، انا بسولف عن اشياء ثانيه. انا سمعت بلاوي، انا سامع اشياء وانت تصحح عاد وتقول اوكي. اقششكم بس ما تقولوا حق احد. انا راح اقول لك وانت اكد اذا اي ولا لا، لان انت المصدر. حلو اوكي. يقولون ان دافي عند اغنيه قريبا مع كارول سماحه. شنو هذا؟ صدق هذا الكلام؟ اي نعم اي نعم ان شاء الله. شلون؟ ان شاء الله ان شاء الله راح يكون في كولابوريشن بين ثلاث ثري ارتست، كارول سماحه من لبنان، ارتست من المغرب اسمه الارتيست اوكي رابر معروف وعايش في فرنسا، الكمبوزر او اللي يجمعنا كلنا دي جي اسمه دي جي يوسف هم فرنسي عايش بالمغرب او العكس سوري. والارتست الثالث دافي من الكويت. يس المتواضع اللي يقول اسمه بتواضع كامل. زين وشنو سالفه التعاون مع بشار الشطي وداليا مبارك؟ اخوي بشار طبعا امانه، واخيرا ان شاء الله بشار راح باذن الله انه يرد لنا ويسوي لنا البومات اللي تعودنا عليها. يس كلمني انه يبي يسوي سنجل وسمعني اياها واشتغلنا على شيء وان شاء الله باذن الله ينزل قريب، بس ان شاء الله قولوا عدتوا حنا على بشار. انا اول شيء لازم نوجه رساله حق بشار الشطي من مارينا فمو برنامج ليتس توك ان بشار ارجع لنا ارجوك. يعني سويت محسومه مع بدر شعيبي بعدين مره ثانيه رديت اختفيت، نبيك مره ثانيه ترجع لان ما شبعنا منك كلش. اوكي سو شنو اقرب تعاون راح ينزل بتوين بشار الشطي داليا مبارك كارول سماحه؟ اقرب واحد اتوقع يمكن مال كارول سماح. كارول سماحة حلو. في وقت تقريبا؟ لا والله بس وير ويتنج ان شاء الله على الفيديو ان شاء الله وكان اشوف الفيديو. اوكي باذن الله. اتوقع يمكن هم نفس الشيء، كل واحد كثير ما يندرى شنو بيصير باذن الله، بس ان هذه الخطه ان باذن الله هذا راح يكون ان شاء الله. حلو وتقول حق احد؟ لا ابد، بس الكويت كلها سمعت ولا اي ستريمينج باليوتيوب والمارينا تي في ابلكيشن مارينا محفوظه يا جماعه. ما حد سمع ما حد سمع. اي لا لا ادري ما حد سمع. زين دافي يعني مره ثانيه بشكرك على مقدمه البرنامج. يا بعد ثانك يو على شغلك اللي سويته واللي قاعد تسمعونه الحين تحتنا انا ودافي قاعد يشتغل هذه الماينس 1 بعد. ثانك يو دافي مره ثانيه ومشكور على ثقتك في مارينا اف ام ووجودك اليوم معنا، والله يوفقك بكل اعمالك وتعاوناتك الجايه مع مختلف الفنانين. وحتى ابي اعرف هم لحظه في شغله انا نسيت اسالك عنها لحظه. انا سمعت بعد ان دافي عنده البوم راح ينزل صدق؟ والله صراحه ان شاء الله باذن الله راح يكون اول البوم حق دافي كسولو البوم. حلو باذن الله قاعد احضره. ما في وقت معين بس اي هوب ان شاء الله ان العيد باذن الله اعطيكم عيديه حلوه. حلو باذن الله فان شاء الله ترقبوا وان شاء الله نسوي شيء مينون. حلو حلو الله يوفقك يا رب دافي وثانك يو على وجودك اليوم في مارينا اف ام وبرنامج ليتس توك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو مارينا واي لاف يو جايز واموت فيكم والله لا يحرمنا من بعض. حبيبي انت مشكور وايد وحياك الله في مارينا اف ام. مشكور حبايبي. كان هذا دافي اللي هذه من آخر الأغاني اللي نزلها مع بدر شعيبي بألبوم بدر شعيبي بالعربي، آخر أغنية سووها بالألبوم. يعني خلص بدر الألبوم كان يكلم دافي باقي مكان واحد تعال، بس لما ياب دافي ما كان الموضوع كذي، سووا شيء ينسمع وقوي بعد.